من آثار المعاصي والذنوب أن المعصية بتكون سبب للهزيمة النفسية. الإنسان يكون مهزوم كده نفسيا، سواء الهزيمة النفسية للفرد أو للأمة، ممكن الأمة ككل أو دولة ككل فيها الهزيمة النفسية بسبب إيه؟ بسبب كثرة المعاصي. لأن أي واحد فينا عارف أن الأمة الإسلامية ليست ضعيفة من ناحية الإمكانيات ولا من ناحية العدد. يمكن أنا كان لي درس في أواخر رمضان كنت بتحدث فيه عن إمكانيات العالم الإسلامي وحاضر العالم الإسلامي وأعداد المسلمين وأكبر الدول الإسلامية من حيث السكان ومن حيث المساحة، لو أنتم فاكرين يعني، والدرس عبد المولود على اليوتيوب لو حد حب يرجع له. فالأمة الإسلامية مش ضعيفة من لا من ناحية الإمكانيات ولا من ناحية القدرات ولا من ناحية العدد، وإنما ضعفها ناتج عن هزيمتها النفسية بسبب ذنوبها ومعاصيها، وأدى هذا إلى قابليتها للاستعمار، فسهل تكالب الأعداء عليها وانتصارهم عليها. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي سنن الترمذي بسند الحسن عن عبد الله بن عمر بيقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن ضمن الأدعية: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.